طيب نكمل ترند الاهلي ونشوف ايه اهم الاخبار، وبالتحديد نروح للمصري اليوم وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقولوا ان في تغييرات في تشكيل الاهلي امام انبي بكاس مصر. ممكن يكون خبر منطقي شويه او بديهي يعني، لان انت بعد فتره ضغط كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت بقى عندك براح شويه بين الماتشات. يعني انت لعبت يوم الجمعه السوبر، هتلعب الجمعه لسه اللي جايه مع انبي بكاس مصر، اللعيبه واخدين 48 ساعه راحه، فدي حاجه يعني تعتبر جديدة عليهم الفترة دي، يستريحوا شوية ياخدوا نفسهم. ممكن يكون عندك استراتيجية معينة في مباراة انبي، طبعا انت عايز تكسب لان دي مباراة بطولة، بس هيبقى في حسابات معينة في التغييرات والتعديلات لان هي طبعا مباراة مهمة. هننتظر ونشوف مستر موسيماني هيعمل ايه في المباراة دي بالتحديد من حيث التشكيل. طيب خلينا نروح لخبر في الجول، والكلام هنا على واحد اسمه ارتبط بشكل كبير جدا بالنادي الاهلي بالتحديد في فتره الانتقالات الشتويه الماضيه. والكلام هنا على سيرينو، ان ده تقرير في صحيفه كيك اوف الجنوب افريقيا، واللي بتقول ان سيرينو لا يزال يريد الاهلي. وهم هنا بيتكلموا على ان اللاعب يعني عايز يروح الاهلي لان في مقابل مادي اعلى، بخلاف مقابل مادي او حاجه. واي لاعب يتمنى ان هو يلعب في الاهلي، اي لاعب جوه افريقيا يتمنى ان يكون موجود في اكبر نادي في افريقيا اللي هو النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت اللاعب عنده 30 سنة، في نفس الوقت الأهلي ممكن يكون عنده اهتمامات لسه باللاعب، وممكن ما يكونش عنده اهتمامات. دي كلها أمور مش مجال حديثها دلوقتي، أو مش ده التوقيت المناسب نتكلم هل سيرينو هيجي أو غير سيرينو هيجي ولا لأ. لسه في فترة طويلة على نهاية الموسم وعلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإحنا بنعمل إيه؟ إحنا عندنا ثقة كبيرة قوي قوي في المجموعة اللي موجودة، اللي في إيديهم كل البطولات يفرحونا بيها بإذن الله. مش هنتكلم على تفاصيل بخصوص سيرينو او غير سيرينو، لكن الاهم دايما ان احنا نكون في ظهر الفريق عشان ناخد اكبر كم ممكن من الالقاب هذا الموسم. طيب هروح لفاصل بسرعه، وبعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، وعندنا كمان الترند العالمي بالتحديد بعد انتهاء مباراه الامس في نهائي تشامبيونز ليج بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي. تفاصيل كتير جدا بعد الفاصل، يلا.